حبيباتي كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله اللي ما بديتها لكمش بكري، بديتها لكم حتى العشيه. المهم حبوباتي اش غنقول لكم، قررت على اساس كيف ما شفتوا في العنوان، قررت على اساس غادي نبدل السيجور ان شاء الله باذن الله. ولكن هذا السيجور هذا ما غاديش نبدلو زعما حيت الشيكي ولا غادي نبدلو، لان فريمون صافي قتلني وعياني وما بقيتش قاده على اساس انني نبقى كل مره نبقى نهز ونجبد فيه. ورغم انني واخا غادي ناخد مثلا داك لي بوند غادي نديرهم لتحت في الطلامط زعما باش يبقاو هكاك مزيرين، كيعواجو يعني خاصك ضروري كل مره تبقاي تقلبيه باش كتقادد داك الصفه كيعيطوا لها ولا معرفتش يعيطوا لها، باش كتقاد داك البلاصه داك الكوتي هذاك هذا اللي هنايا لتحت، باش كيبقى زعما مقاد كيبقى هذا ما كتبقاش وحده فيها الهوته وحده هكذا عاليه، والا غيكون كيعذب في الجلسه. وزيد على هادشي كامل ثقيل بزاف وكيعذبني، وعيت من مع شي حاجه سميتها كل مره هز جبد قلب هز جبد قلب وقادد الخدادي، خصوصا الخدادي ما كيتقادوليش كاع، لان شكون فيكم البنات حتى نتوما وليداتهم كياخذوا الخديديات وكيلعبوا بهم كيديروا بهم الدار، وانا دست من هذاك الشيء. يعني فاش كنت صغيره حتى انا رحنا درنا نفس الشيء، كنا كناخذوا المواطنا الخدادي وكنبقاو كنصفوهم فوق الزربيه بحال راه زعما كنديروا داك الدار. ما كنبغيش نهضر معاهم خصهم يلعبوا حيت انا دست من هذيك الطريق، في نفس الوقت ما كيبغيوش من بعد ملي كيساليو ما كيبغيوش يجمعوا، حتى ملي كيشوفوني تعصبت وكنغوت ثانيهم باش ينوضوا يجمعوا كينوضوا يجمعوهم، ولكن ما غاديش يردوهم كيف ما كانوا كيبقاو عيواج هذا، وانا خصني نبقى نفض ونقادهم باش يبقاو مجبدين. المهم اش غنقول لكم، في التالي بقيت كنفكر، قررت على اساس باش غادي نبدلو. شحال هادي فاش كنرجع عندي النجار داك مراد، فاش كان جا عندي خدم لي الصالون هذا التحتاني الخشب ديالو، كنت قلت له شد لي العبار ديال هذا الصالون هذا ديال هذا السيجور، شد لي العبار ديالو ولكن غادي يصوب لي ليلو غير الخشب، ما غاديش يدير لي الوجوه، يعني هذا الشيء اللي كاين هنايا والوجوه ديال الطبالي ما غاديش يكونوا كاع، لان انا اصلا بغيت نديرو بحال شكل ديال صالون ويكون رويمي، يعني بحال يجي بحال شكل ديال فوتوي وهو يكون صالون رويمي. المهم ماشي صالون سيجور، لان هذا الدرك عليه دائما جالسين فيه هنا مستقرين وكل شيء. هي هذه قلت لكم كنشد لي عليه القياس وداكشي، ما عرفت واش يكون باقي له قياس اولا لا، ولكن قلت له حبس ما تصوب لي حتى شي حاجه حتى نقولها لك. صافي دابا مع ما بقى شي بزاف وانا بديت كنعيا وتقلت وما فيا اللي بقى كيخملو، ما كذبش عليك كنخملو، عرفتي شحال كنخملو مره في النهار؟ ثلاثه المرات حتى لاربعه المرات كنبقى نجبد فيه، راه ماشي كلشي كنشاركوه معكم في اليوميات ديالنا، ولكن فريمون والله العظيم الا شحال من خطره كنصوبو في النهار، يعني ماشي غير مره واحده الناس كينوضو كيخملو مره واحده في النهار، انا راه عندي اربعه المرات كنصوبو في النهار كنبقى نجبد فيه ونقادد فيه. صافي المهم بالنسبه للبنات اللي بغيت نقول لكم من هذا الشيء كامل، دابا انا غادي نمشي عند النجار ان شاء الله باذن الله، غادي نقول له يصوبوا لي وهذا، وفي نفس الوقت بغيت الراي ديالكم تحت في لي كومونتير، بغيت غادي يصوب لي الخشب غادي ندير عند طابيسي اللي غادي يغلفوا لي، اكيد ملي غادي يجي يغلفوا راه غادي نشوف شي توب اللي غادي يكون انتيطاش ولا المهم شي توب اللي غادي يكون زوين وكيستحمل الدرك، وهذا لان اصلا هذا السيجور عليه الدرك قلت لكم،
ومن بعد ان شاء الله غادي نشري البونج وغادي نشري له عاوتاني كذلك واحد الثوب، والثوب ديال الطليمطات اللي غادي نديرهم غاديش يكونوا الثوب ديال الطليمط اللي مثلا بحال اللي درت الصالون الفوقاني اولا السفلي اولا بحال الثوبات اللي كنشوفوهم دابا كاينين في الصالونات. غادي ندير الثوب تقريبا بحال الثوب اللي كيكون في لي فوتوي، هذاك هو الثوب اللي غادي ندير، ماشي ديال الجلد وانما ثوب يعني ثوب اللي كيتصبن وكلشي. داكشي علاش ما بغيتش ندير فوتوي، لانه هو هذا كي قلت لكم عليه الدرك، وغادي يكون ضروري فيه الطبايع ويكون فيه ضروري الترسا، وبناتي كيكونوا هنا كياكلوا يمشيوا ليه بيديهم مسخين ولا شي حاجه. فداكشي علاش بغيت ندير غير البونج عادي اللي غادي يكون هكا كيتغلف، ومن بعدها كي الا بغيت عاود نزول له الغلاف نزول له الغلاف باش نمشي نصبنه. المهم بغيت الراي ديالكم على الا كتعرفوا شي ثوب بشحال كيدير وشو سميتو، بغيت نعرف اللون اللي غادي يجيني مزيان. المهم اي حاجه اي وحده عندها شي فكره ولا شي حاجه تخليها لي تحت في لي كومونتير، باش هكا ان شاء الله باذن الله نقادو، لان ان شاء الله كي قلت لكم عوال على اساس غير نمشي عند النجار نقول له يبدا لي يعني صافي غادي يصوبهم لي ملي غيوجدوهم لي، يعني واخا يوجدوهم لي دابا 4 ايام اولا 5 ايام غنزول خصني نديهم للطابيسي باش يصوبهم لي، يعني خص ضروري الافكار دابا تكون عندي في الدماغ ديالي. المهم كنتمنى على انكم تعاونوني، واكيد يلاه معايا غادي نديكم عند النجار. حبوباتي دابا خارجين غادي نمشيو ان شاء الله عند النجار كي قلت لكم. المهم نمشي عند النجار مراد، بالنسبه لي كنخدم لي شحال هذه الكوزينه والبيبان ديال الدار، وكنخدم لي الخشب ديال الصالون التحتاني وداك الشيء. دابا محتاجه كي قلت لكم محتاجه غادي نصوب السيجور ان شاء الله باذن الله، قررت على اساس غادي نصوب السيجور، وقلت غادي نمشي نخدم عنده جوج ديال الطبيلات، غادي نديرهم على شكل ال كي قلت لكم، بغيت ندير 3 متر على جوج، وغادي نمشيو عنده دابا. راحنا خرجنا من الدار غادي نمشيو على اساس باش هو ديجا كنشد العبار شحال هادي شي في الايامات فاش كنصوب ليه الصالون، داك الوقيتة كنشد العبار ديال السيجو، غير كنت قلت له خليه حتى من بعد صافي حتى نقول لك خدمهم عاد خدمهم. ايوا هي هذيك دابا اصلا قلنا غادي ندوزو ماشي نسخرو هي هذيك في الناظور، وقلنا ندوزو عليه. المهم غادي ندوز عليه باش صافي نقول له يخدمهم لي، ونزيد ناكد عليه عاوتاني على العبار. بغيت نديرهم على شكل ال، وبغيت نديرهم على شكل فوتو يجيو رويميا، وفي نفس الوقت يكون المهم صالون مغربي، وفي نفس الوقت يكون يجي على شكل فوتوي. ما عرف كيفاش غنفسر لكم، المهم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله باذن الله. المهم غادي نخدمهم عشوائيا هادو والله ما محمق راسي معاهم، غادي نخدمهم كيف ما عطى الله يجي ويجي. المهم غير باش نبدل هذاك السيجور اللي ديجا هو راه عندي، لان قهرني بالثقل وداك الشيء تقهرت ما نكذبش عليكم، والطلامط حتى هما قهروني قوت لي كل نهار صوبهم جبدهم صوبهم جبدهم مع ثقالين وهذا صافي ما نكذبش عليكم. بغيت جا الوقت اللي قلت صافي بغيت نبدل عليا هذاك الشيء. ايوا صافي المهم غادي نمشي عنده ونشوفوا بشحال غادي يحسب لي الطبيلات، غيخدم لي غير الطبالي فقط يعني بما فيهم لا وجوه لا حتى شي حاجه، عاد ناخذهم انا ونمشي ان شاء الله ونديهم عند الطابيسي اللي غادي يغلفهم لي، وقررت على اساس غيغلفهم لي بداك الثوب ديال اونتي طاش، راه كاينين الثوبات ديال اونتي طاش، ما بغيتش ندير داك الجلد، ما بغيتش ندير الجلد، لان الجلد مع المده كي ماشي مع المده راه مع واحد المده اللي هي قصيره كيبقى كيتقشر، وانا ما بغيتش هذاك كاع اللي كيتقشر. قلت شنو ما شنو ندير واحد الثوب اللي هو اونتي طاش، الا لقيتو بواحد الثمن اللي هو زوين، سينو ما لقيتوش غادي ندير غير ثوب عادي، ولكن الطابيسيه خصو يكون كيعرف يكون شي معلم اللي غادي نطيح في اللي غادي يطيح في يدي ولا نطيح هذا في يدي. علاش؟ لان البنات راه الطابيسي ما بقاش كيخدم بحال شحال هادي، شحال هادي كنا كنشريو الثوب، المهم كان كيشريو ولا كنشريو الثوب وكياخذ الاخر الكرافوز، وكيبقى مور ما كيغلفهم بالبونش وداك الشيء كيبقى كيدير طق 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 لهذاك الثوب اللي راه صوبو ياكم.
هذاك الثوب اللي كيكون صوبو صعيب باش على اساس تزوليه وتصبنيه، ما يمكنش. خاصك الا بغيتي تزوليه وتصبنيه خاصك عاوتاني منين تجي تربيه تعيطي لنفس الخياط اللي عاد يجي عاودو يقادو لك باش يجيبو لك مجبد. ولكن دابا على اللي سمعت البنات راه كاين مالين هكا الخياط وداكشي شنو ولاو يديروا، ولاو كيديروا داك ليش كلوش، ولاو كيقبطوا الثوب وكيقادوه مع الطبالي ويديروا داك ليش كلوش وكيلصقوه. يفوا كتطبع لك ولا شي حاجه ما كتحتاجيش على انك تزوليه كامل، كتزوليه بيد زعما ما كتحتاجيش انك تزوليه وعاد تعاود تبقاي هزه الدبيله شكون يرخصيه ويرجعوا لك وداكشي. دابا ولا كتقبطيه وتزوليه وتصبنيه وترديه انت غير بيدك، يعني عاوتاني كتقضي بحال داك القضيه ديال الباندا اللي دارها لي لتحت عثمان، داك الباندا اللي لصقها لي بداك ليش كلوش. هادشي اللي شفت دابا مؤخرا في اليوتيوب في جوجل، المهم حيت انا قلبت وداكشي. المهم كي قلت لكم خصني نطيح في يد شي حد اللي هكا كيعرف يخدم هاد الخدمه. ايوا صافي هذا ما كان. المهم غادي نمشيو عنده دابا ومن بعد نقول لكم شنو درت معاه ان شاء الله. وصلت عند مراد من قبيله وانا كنهضر مع على لي ديتاي بالضبط شحال غادي تكون فيها، واش غيكون فيه 80 واش 70. قلت له 3 على 2. المهم قبيله وانا كنرصي انا وياه وبقيت كنخمم واش ندير الدار ولا ما نديرلوش الدار، وهادي وهادي باش يجي عاوتاني على شكل رومي وداكشي خص ضروري نديرو له الظهر، والظهر بالحق غادي نديرو غير رقيق باش يجي على شكل فوتوي وهو ماشي فوتوي. المهم داكشي شنقول لكم ما عرف كي غيطلع كور كور وعطي العور، والله ما عرف كيفاش غيطلع. شنو كي جاتك الفكره ديالي مزيانه ولا لا؟ مزيانه غير جات مزيانه بصح، يعني ماشي كنخربق. لا ما كاين لا تخربيق لا والو. ايوا المهم تيوجدوا نتوما تشوفوا داكشي كيفاش دابا راه كيرسموا صافي. 3 متر درنا فيه 80 من الارض حتى الفوق، يعني غتبقى لك 40 سنتيم خاويه الفوق بلا فراش وبلا طبل. بقى لك 40 سنتيم صافي مزيان. الا بغيتي نزيدو شي 10 سنتيم نزيدو انا ماشي مشكل. لا ما يجيش عاود عالي بزاف بلاش. حبوباتي من بعد ما رجعت من عند النجار، المهم كنتمنى البنات كي قلت لكم تخليوا لي التعليقات لتحت، اي حاجه عندها شي فكره، اي وحده عندها شي فكره تخليها لي لتحت في لي كومونتير. الله يعطيكم السر باش هكا الا ما عنديش انا في دماغي ولا هذا تفيدوني. المهم ودابا غادي ندوز باش نصوب معكم واحد البسبوسه. البسبوسه سهله مهله وغادي نديرها غير في المقله، يعني ما غنحتاجش على انني نديرها لا في الفران لا والو. بالنسبه للبسبوسه المقادير ديالها هما هادو اللي كتشوفوهم عندي هنايا. نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال العنبه عندي، كاس وكاس ونص ديال الحليب عاد غادي نديرو هنايا. عندي زلافه ديال السميده رقيقه هكذا عامره، واحد لافاني، وعندي هنايا خماره ديال الزا. بالنسبه للخماره غادي ندير وحده ونص، يعني مثلا هنايا شحال هذه كتكون فيها، كتكون فيها 7 ديال الغرامات، يعني بحال غادي ندير داك 12 غرام اولا داك 11 غرام، يعني داك 11 غرام هكا، يعني بحال نقولوا وحده ونص، يعني ماشي جوج كاملين. وعندي بيضه وحده، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه. هادو هما المقادير اللي غادي ندير. المهم غادي ندير بسم الله البيض هو الاولاني، وغادي ندير سنيده قبيصه ديال المليحه باش ما تجيش هكا مسوسه، يكون التوازن. وغادي ندير لافاني
هذه ماشي هذه ما دايراش بحالها بحال المسكوسه يعني ماشي مشكل نديرو هذا الشيء قبل ما نطلعوا داك البيضه مزيان مع سنيده. وغادي نديرو زويته نص كاس، نخلط هذا الشيء مع بعضياته. دابا غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب، وهي شي حاجه اللي غادي نديرها لهم دابا سهله للكوتي حيت عاد دخلت دابا من الزنقه. شي حاجه سهله مهله وغادي يبغيو ياكلوها لي دغيا دغيا هكا مع كيس ديال اتاي. دابا غادي ندير السميده، وغادي ندير خمارات كيقول لكم وحده اونس. صافي كيف ما شفتوا صافي هي تخلطات وكلشي. دابا غادي ناخذ المقيله ديالي هنايا البنات، هانتوما من بعد ما دهنتها بشويه ديال الزبيده، المهم درتها سخن ودرت فيها هكا واحد طريف ديال الزبده. باش هكا ذابت لي داك الزبيده، غادي ندير دابا السميده. المهم المقيله ضروري تكون البنات ما كتلصقش باش ما تلصق لكمش. ومن ناحيه ديال السخونيه راه ماشي درتها سخنات، غير دفات لي باش داك الزبده دابت وصافي. صافي دابا غادي ناخذ هاد الخليط وغادي نديرو هنايا. صافي كيف ما شفتوا دابا خويتها هنايا في المقيله، دابا غادي نشد عليها وغادي نديرها طيب على عافيه تكون مهيله، يعني العافيه ما تكونش مجهده باش ما ماشي تخطفنا ولا تجينا هكذا من التحت طايبه ومن الفوق تجينا هكا خضراء ولا شي حاجه، زعما من الداخل تجينا خضراء ولا شي حاجه. داكشي علاش غادي نديرها على عافيه تكون مهيله ونخليها حتى طيب، منين نحس بها طابت لي هكذا من التحت غادي نولي نعاود نقلبها وباش طيب لي عاوتاني على الجهه التحتانيه وتكون عندي صافي داك الساعات واجده. مي غتوجد اكيد غادي نتقاسمها معكم ونوريها لكم.
حتى البنات حاولت على اساس بانها ما تهرسليش ملي كنت كنقلبها. المهم النوبه الاولى كيف ما شفتوا قلبتها مزيان وكلشي، ولكن النوبه الثانيه تفرتات لي. واخا حاولت على انني نعيا من هذا، تفرتات لي من هنا كيف ما كتشوفوا، تقسمات لي هكذا. ولكن شان نقول لكم البنات كتجي فتيه 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 لواحد الدرجه خياليه. غير الطرف هذا دابا اللي راه هنايا نهرس، هانتوما تشوفوا، شوفوا غير هاد الطرف هذا اللي ديجا راه مهرس كيفاش فتيه فيه. شوف كتجي فتيه والمذاق ديالها مزيون مع داك لافاني. وين بالنسبه للبنات اللي بغا يسقيها هكذا بواحد السيرو يسقيها، ما كانش عندكم غرض بناقص، لان اصلا هي كتجي فتيتيه، ما تحتاجش على انكم عاد تفتيوها بشي سيرو ولا شي حاجه. فقط دهنوا لها هكا الوجه ديالها بشي كونفيتور ولا شي عسل ولا شي حاجه، وديروا لها هكا زوقوها من الفوق، سواء كان بالكوك لان الكوك كيتواتى مع هاد البسبوسات هادو. وانا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي كومونتير اللي قلت لكم ضروري ضروري البنات عفاكم باش هكا ناخذ منكم افكار اللي تقدر تنفعني. وان شاء الله يخرج كلشي في الضم ديالنا زوين كي كنقولوا. يلا حبوباتي ما تنساونيش من لايكات ديالكم، نقول لكم تهلاو في راسكم، تتلقى ان شاء الله فيديو الجاي. بسلام عليكم.